مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قلوب مصريه. في البدايه انا حابب ان انا ابعت باقه ورد لنجم مصر وابن مصر وفرعون مصر كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح امبارح شفناه هو شايل علم مصر، علم مصر شايله في قطر، علم مصر شايله بيحتفل بيه، علم مصر شايله بيتكلم قدام القنوات اللي حق البث، علم مصر كان موجود في كل مكان حتى لو الاعلام معادي لمصر. احنا بقول لمحمد صلاح، بقول له شكرا يا ابن مصر يا فرعون مصر، كاس احسن لاعب في بطوله العالم للانديه. في المقابل بنلاقي شباب وصحفيين واعلاميين ونقاد وناس تانية بتدور على اللي رفضوا محمد صلاح. محمد صلاح رفض ملايين عشان يطلع في 30 ثانية إعلان تسويقي لكأس العالم في قطر. في المقابل بنلاقي البعض بيلهث ورا ريالات ودولارات ونقود قطر وتركيا والدول المعادية لمصر. إحنا بنقول إن الانتماء والولاء للبلد محدش بيشتريه، لا ده إحنا بنتولد بيه. في بعض النقاد خرج علينا من كام يوم، أنا مش عاوز أقول اسمه، وانتقد حد من سيدات المصريات الفضليات اللي ليها كل احترام وكل تقدير، بنقول له انت للاسف الشديد تعديت كل الخطوط الحمراء، للاسف الشديد انت فقدت كتير من مصداقيتك وما يشرفناش وما يسعدناش انك تتكلم عن اي حد من سيدات المصريات. خلونا النهارده نبدا برنامجنا واحنا على بعد ايام من نهايه عام 2019، ويسعدنا ان احنا نلتقي بشباب، شباب عنده مصداقية، شباب بيتفرج على برامج منتدى شباب العالم، شباب استمع للسيد الرئيس آمن بفكره واتفق ان هو يكمل معاه. خلونا نرحب بزملائي واصدقائي الموجود معانا النهارده، الاستاذ عبد المولى صلاح، اهلا وسهلا بك يا استاذ عبد المولى. الاستاذ محمد شعبان، اهلا وسهلا بك. اتحاد شباب المرازيق، المرازيق دي بلد تتبع محافظة الجيزة، هنخلي حد من الضيوف يتكلم عنها ونعرف ايه قصه المرازيق وايه قصه الاتحاد اللي ابتدوا كونوه. اتفضل يا استاذ عبد المنعم. بسم الله والحمد لله. بدايه المرازيق دي بلدي اللي انا اتولدت فيها، اللي انا بحبها، قريه ريفيه تتبع محافظه الجيزه مركز البدرشين. هي تنقسم المرازيق ده اسم مجمع لعده قرى، خمس قرى، هي كفر زهران، الكفر البحري، وقلعه المرازيق، والشمباب، والطرفايه. المرازيق بقى بتشتهر بزراعه النخل، فهي بلد ال 2 مليون نخله. وموسم حصاد البلح بيبقى عيد عند اهل المرازيق كلهم، بينتظروه من السنه للسنه، بيستقبلوه بالافراح وبينهوه بالافراح. فاحنا الحمد لله من احنا من بلد المرازيق، بلد الرجاله اللي بتلاقيها في وقت الازمات بتقف مع دولتها. اتحاد شباب المرازيق والمشاكل اللي حضرتك انت جاي تتكلم فيها النهارده وانه يتواصل فيها مع المسؤولين. اتحاد شباب المرازيق احنا استمدينا فكره من كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال في مؤتمر الشباب انني اتابع بفخر نضج وتطور فكر الشباب وتطور الأفكار الشبابية وأنحاز لها وأدعمها. فإحنا أخذنا الكلام دوت وأسسنا مجموعة، كنت أنا والأستاذ محمد شعبان والأستاذ أحمد أبو فرحة والأستاذ أحمد أبو بكر والأستاذ إسلام زعير والأستاذ إسلام عطلة والأستاذ فتحي أبو كريم. فأسسنا مجموعة وقلنا هنشتغل على أرض الواقع. فبدأنا نشتغل في المقابر ونظافة المقابر. هي يعني نظافة المقابر دي موضوع سمع على مستوى المحافظة كله. يا ريت لو في فيديو ولا حاجة لاتحاد الشباب نشوفه يا مارينا بعد إذنك. الموضوع سمع وبدأت القرى اللي حوالينا والمدن اللي حوالينا تعمل زينا وتشتغل في نظافة المقابر بتاعتهم. ولما خلصنا المقابر قلنا مش هنقف على كده، احنا عايزين نعمل حاجة كبيرة للبلد وعايزين نخلي بلدنا القرية المثالية. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ برضو رجعنا لكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس المؤتمر لما قال، وكان من ضمن قراراته ان هو تشكيل مجموعات شبابية تعمل وتتعاون مع مؤسسات الدولة.
احنا شايفين الفيديو وشايفين الشغل بتاع الاتحاد وبيشتغل في المرازيق والناس اللي بتتكلم عليهم. كمل يا استاذ عبد المنعم. فشكلنا بقى المجموعه وقلنا نلجا للمسؤولين. على فكره الاستاذ عبد المولى كان من اكثر الشباب اللي موجود، كان معارض في فتره من الفترات، فجاه الراجل تواصل مع الدوله وبدا يشتغل في صالح الدوله وبدا يشتغل ويميل ان هو يتفاعل بجديه. يعني هي فتره كانت الاول فتره صعبه بالنسبه له، كان في يعني يمكن كان مغيب فيها شويه، لكن هو في الاخر اعترف ان بلده ليها فضل عليه وان انتمائه للبلد اهم من اي حاجه. طبعا طبعا البلد هي الاساس وهي الاصل. فشكلنا المجموعه وبدانا نشتغل ورحنا للمسؤولين وطبعا لجانا للنواب، لان هم بدورهم هم اللي هيوصلونا بالمسؤولين وبالوحده المحليه وبمجلس المدينه. رحنا للنائب صبحي وقعدنا معاه وعرضنا عليه طلباتنا، والراجل رحب جدا بالطلبات وقسموها طلب طلب ونبدا نشتغل يعني عليه. طلب طلب تواصلوا معاكم وتفاعلوا معاكم يعني. تواصلوا معانا وتفاعلوا معانا، والنائب ابو بكر ابو غريب برضه رحنا له وقعدنا معاه وعرضنا عليه الطلبات. وساعتها راح مطلع علينا ملف كبير، قال الملف ده يخص قريه المرازيق، الطلبات اللي هو قدمها والردود عليه. طب احنا هنرجع تاني نكمل موضوع الملف ونسمع الاستاذ محمد شعبان وهو بيتكلم عن المرازيق وايه المشاكل اللي بتواجه قريه المرازيق. انا عندي مشاكل كتير بالنسبه للمرازيق. اول حاجه عندي مشكله ضعف الكهرباء في القريه. يعني احنا القريه يعني لم تقل عن 100,000 نسمه. عندي الجهد بيقل في الكهرباء، يعني ناس كتير قوي بتشتكي من ضعف الكهرباء، حريق الاجهزه الكهربائيه، التلفزيونات، الغسالات، الحاجات ديت. عندي منطقه اسمها منطقه الحاج ذكري خلف المقابر كفر زهران معدومه من الكهرباء، الكهرباء توصل فيها لحد 140 و150 فولت. طبعا تواصلنا مع المسؤولين في شركه الكهرباء، ما حدش سال ولا حد اتكلم. رجعنا تاني برضو نشيدنا الساده برضو في شركه الكهرباء ومجلس المدينه، ما حدش سال ولا حد ايه اتكلم فيها. في ايه تاني غير الكهرباء؟ عندي يعني يعتبر كارثه من كراسيات ان الرساله الرئيس قال عليها. أيوه. عندي الوحده المحليه بالمرازيق. ايوه. يعتبر ما عنديش وحده محليه اصلا. ما فيش. يعتبر ما عنديش وحده محليه. من ساعه ماشي استاذ سامح شعراوي من الوحده يعتبر ما عنديش رئيس وحده، ما عنديش سرر، ما عنديش معدات. كل ما اجي اطلع اللودر او البريتر. يا ريت يا جماعه لو في حد من المسؤولين في الوحده المحليه او المجلس او اي حد مسؤول تتواصلوا معه بعد اذنكم. حضرتك كل ما اجي مثلا اتواصل مع رئيس الوحده اللي هو مؤقتا الاستاذ بلال عبد الرازق، نطلع الجريدر ننظف البلد، نطلع البرج، يقول لك ما عنديش سرر، ما عنديش جهاز. فانا بناشد من برنامج حضرتك السيد المحافظ المحترم المرازيق قابليتك استضافيتك في عيد الجيزه اللي فات، ماشي، بيقول لك عاوزين توفر لنا سرر، وفر لنا صوره للوحده. يعني نقول الوحده المحليه عشان تطلع لك المعدات تشتغل وتنظف الشارع، عايزك انت اللي تصرف وانت اللي انا اللي بجيب الجاز، انا اللي بجيب الجاز، انا اللي بجيب الزيت عشان المعده تطلع. دي رساله احنا بنوجهها لرئيس مجلس المدينه ولسيد المحافظ، وعاوزين نعرف المعدات دي بتطلع ازاي، هي لها تجهيزات ولا المفروض ان عشان تطلع تنظف شارع نجيب لها البنزين ونجيب لها الصوره ونجيب الناس تقف حضرتك استاذ إيه محمود. استاذ محمود عشان اجيب لودر من بره بتاع الاهالي بيوفر عليه اكتر من اللودر بتاع الوحده، بجيبه بالساعه بيشتغل معايا الساعه ب 80 جنيه بيعمل لي شغل اكتر من اللودر بتاع الوحده. عشان اجيب زيت او سولر او جاز لل في ايه تاني يا استاذ ماشي محمود. عندي الكمامه حاجه رهيبه. ايوه في البلد عندي بعجم الشغل الوحده. عندي اللهم صل الاشغالات، انا شايف في حاجه للكمامه دي موجوده. عندي الاشغالات برضو، عدم الشوارع عندنا جامد. لو عندنا مشكله حريقه، عندي مشكله جامده، ولا مطافي بتعرف تخش الشوارع ولا اذاعه بتعرف تخش إيه الشوارع من الاشغالات. الاشغالات والتكاتك، اشغال والتكاتك والكلام ده كله، ده حاجه رهيبه. وبيحصل عندنا احنا بلد ريفيه، بيحصل عندنا كوارث وبيحصل عندنا خناقات بين العائلات بسبب الاشغالات ديت وبسبب التكاتك والحاجات دي. يا ريت يا جماعه لو حد من المسؤولين في مجلس المدينه او في اي اجهزه تتبعها قرية المرازيق يا ريت يوصلوا بينا. طيب احنا معانا الاستاذ محمد الحنبلي مدير الشؤون الاجتماعية. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمود، يسعدك سعادتك يا باشا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ حضرتك طيب يا محمود دي الله يخليك. انا شايف الناس في المرازيق كتير جات لنا شكاوى عن طريق البرنامج بيقولوا ان الفيز متوقفة والناس اللي بتاخد التكافل والكرامة هي اللي ما لا تستحق التكافل والكرامة. يعني السيد الرئيس عامل تكافل الكرامه للغلابه
بنشوف الناس اللي هي المبسوطه هي اللي بتاخد تكافل وكرامة. لا لا يا استاذ، يا ريت نلاقي رد يا استاذ محمد. ياخد دي بالنسبه لنا تعليمات من الوزاره ومن السيده الوزيره بان كل واحد ياخد حقه، اللي بياخد حقه اللي هو يستحقه، اللي ما بياخدش حقه بيتوقف فوق النتيجه بتاعته. واخد بال سعادتك؟ طب ايه الاجراءات المفروض الناس تعملها عشان تشغل الفيس بتاعتهم العطلانه دي؟ اي حد سعادتك فيسته واقفه يجيب لي صوره البطاقه بتاعت صاحب الفيزا سواء المدام بتاعته او صاحب الفيزا اذا كانت كرامه، وانا ببحث عنها عندي على الجهاز في الاداره وبقوم بالاجراءات بتاعتها لاعاده يعني تشغيل الفيزا مره ثانيه لمن يستحق. طب هو الاستاذ محمد من اتحاد شباب المرازية عاوز يسال حضرتك في حاجه كده تعديزنا. استاذ محمد ازي حضرتك؟ حبيبي ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك يا فندم. حضرتك انا من 3 شهور أو 4 شهور قابلت حضرتك في العجازيه، كنا عاملين مؤتمر وحضرتك مشكورا كنت موجود، واديتك صوره فيزا وصوره بطاقه ماشي واحنا قاعدين، وقلت لي هرد عليك وادي لك 3 شهور ما ردتش عليا يا فندم. هو سعادتك كانت عندنا الاجهزه يعني كانت الاجهزه بتاع الاداره متوقفه نظرا لتغيير شبكه النت عندنا المتصله بالوزاره من شركه فودافون لشركه ريف، قعدت من 26/5 لحد الاسبوع اللي فات، فاشتغلت الاسبوع اللي فات بس. يعني يا فندم ادينا 3 شهور عطلنا يا فندم؟ والله. طب الراجل المحتاج يدفع مصاريف اولاده او يديله كل يوم مصاريف المدرسه ومش لاقي، وانا عندي ناس في البلد مبسوطه بتاخد بتقبض من الفيزا بتاع رساله الرئيس. لا والله يا استاذ محمد، احنا حضرتك دلوقتي بدانا نشتغل صح بالنسبه يعني دي تعليمات وزاره وتعليمات السيده الوزيره بان اللي يستحق هو اللي بيصرف واللي ما بيستحقش فيزته بتقف، فانت ده تحت امرك في اي وقت تديني وتجيب لي صوره البطاقه وبنعمل الاجراءات. احنا هنستاذنك يا استاذ محمد، الناس اللي عندها شكاوى اللي عندهم الفيزا بتاعتهم معطله في قريه المرازية او اي قريه تتبع الوحده حضرتك، يا ريت حضرتك يعني حد يجي لك وان شاء الله يبقى لاقي ردود ويلاقي تسهيلات يعني. شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد. نكمل باقي المشاكل اللي موجوده في قريه المرازية. عندنا اكبر مشكله، انت قلت مشاكل التكاتك، احنا قبل ما نطلع هو قلت ان في التكاتك قافله البلد والكمامه قافله الدنيا. مشكله المدخل، المدخل ده عندي مقفول هو تقريبا في صور للتكاتك دي موجوده. تمام يا فندم. يا فندم انا عندي طريق مصر اسيوط السريع، عندي طريق مصر اسيوط السريع دي بتقفل بالتكاتك، وعندي عيال اقل من 7 سنين. المدخل عندي ضيق. انا شايف في صور للتكاتك قافله المدخل. المدخل ضيق، المدخل عرضه 7.6 متر، المدخل ده مدخل لاربع كرة، مش مدخل لقريه واحده، لا ده مدخل لكفر زهران ومدخل لكفر البحري ومدخل لقلعه المرازي ومدخل للشمباب. هل يعقل مدخل لاربع كرة بيبقى عرضه 7.6 متر؟ صغير جدا، غير الخنقه اللي بتحصل لما بيكون في. يا ريت لو في حد من النواب يا جماعه توصلونا بيه. احنا يعني كان في حلول وكان في طريق معمول وكان في حاجه، وكان الحاج محمد وجنيدي كان بيقول لي ان احنا خدنا موافقه عليها، اللي هو عمل طريق تاني من على الترعه، عمل مدخل تاني من على الترعه غير المدخل ده، يبقى مدخلين، مدخلين يتقسموا فتبقى الضغط عليهم خفيف. المدخل اللي بيتكلم عليه الاستاذ عبد المولى اللي هو بيتكلم عليه اللي هو هيعدي السكه الحديد، كوبري كان هيعدي السكه الحديد على طرعه كفر جابر ماشي، دي كان هيخدم البلد ويخدم كفر البحر ويقرب مسافات الموظفين. الموضوع ده دي له اكتر من 7-8 سنين محدش وفي موافقات عليه بس الموضوع وقف، والموضوع مكلف بس وقف. يعني كان المفروض حتى لو فيها مشاركه مجتمعيه من الشباب يعني ومن الناس. احنا بنحاول دلوقتي ندخل حد من الساده النواب او حد رئيس مجلس المدينه. احنا في مقترح. طيب احنا معانا النائب بكر ابو غريب، نائب البدرشين. اهلا وسهلا بيك سياده النائب. اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا محمود. ازيك يا فندم؟ انا شايف اتحاد شباب المرازية جاي وعنده كميه مشاكل كتيره، واحنا حضرتك النائب بتاع الدايره وعندهم مشاكل التكاتك والمدخل والمدارس والصحه والجليدر والمشاكل كتير، يمكن حضرتك يمكن متابع الحلقه وشفتها، فعاوزين بعد اذنك ردود على الشكاوى بتاعت المواطنين دي. انا مش قدام التلفزيون، اعرف بس مين ضيوفك معاك يا فندم. الاستاذ عبد المولى صلاح حالا دلوقتي. الاستاذ عبد المولى صلاح والاستاذ محمد شعبان من اتحاد شباب المرازية. اهلا وسهلا بضيوفك. اهلا وسهلا استاذ عبد المولى واستاذ محمد شعبان. اهلا وسهلا. الله يخليك سياده النائب. هما بيتكلموا على المدخل والتكاتك، واللي المفروض ان الجليدر عشان يروح ينظف لازم هما يدفعوا ثمن السولر وثمن البنزين
ومش عارفين مش لاقيين خدمات، الزباله ماليه البلد. بص يا فندم، هو بالنسبه لكفر زهران هم دول الشباب اللي عندك ده، اتحاد كفر زهران مش المرازيق كلها، المرازيق كفر البحري والمرازيق وكفر زهران. بس سياده النائب احنا بنتكلم على بنتكلم باجماع الوحده المحليه بالمرازيق. أيوة. ايوه يا فندم انا فاهم فاهم. هم دول عندهم مشكله يا فندم بتاعه الكوبري اللي مدخل البلد ضيق جدا فعلا، واحنا مقدمين عليه وان شاء الله هنشوف بديل باذن الله. هو البديل كان مقترح بس هيصرف مبالغ كتيره جدا، انه هيعمل عاوز يعملوا كوبري من على السكه الحديد يطلع من كفر جابر كده على الترعه يعني. وكان عندهم برضو مشكله الميه، جبنا لهم اعتماد مالي بنص مليون جنيه انا وزميلي النائب صبحي الجالي من وزير الاسكان على نعدي ماسوره من تحت السكه الحديد. احنا شاكرين افضلك يا فندم سياده النائب على الماسوره دي، وجهد من حضرتك كبير، وجهد من حضرتك كبير قوي. نسمع ردود عشان موضوع الجليدر والوحده المحليه اللي ما تقومش الخدمات. حاضر حاضر. كان في مقترح برضو متقدم من شباب كفر زهران على اساس ان التكاتك عامله لهم مشكله، فقعدنا معاهم انا وزميلي النائب صبحي الدالي وجبنا نائب رئيس مجلس المدينه الاستاذ صلاح الدين وتواصل معاهم وطلعوا لجنه، بس للاسف احنا كان المفروض معاهم في اليوم ده عشان نشوف المقترح اللي هم بيقولوا عليه، وفكره ممتازه طبعا هم يعملوا حاجات لوجيستي كده يقفل طريق من هنا على اساس ان العربيات تطلع ناحيه الطريق باتجاه لمفارق الشوبك، والعربيات الثانيه داخله البلد تخش في العدل على طول، واللي خارج يخرج من ناحيه الاسعاف على اساس يحد من التكدس اللي موجود. طب سياده النائب بعد اذن معاديك عشان وقت البرنامج، اللي في مجموعه شباب اتحاد المرازيق هيتوجهوا لمكتب حضرتك بكميه الشكاوى والطلبات اللي معاهم، والحلقه الجايه ان شاء الله نستنى مداخله من حضرتك بالردود على الشكاوى بتاعت المواطن. هم يا فندم بالفعل بيجوا المكتب واحنا متفاعلين معاهم انا وزميلي النائب صبحي الدالي، واحنا عارفين مشاكلهم كلها طبعا. بالنسبه لمركز شباب كفر زهران احنا عملنا له كل الاجهزه اللي فيه على اعلى مستوى من العاب رياضيه. حصل يا فندم. وكراسي وتجديد وكل حاجه هم محتاجينها. طب سياده النائب معلش قبل ما تطلع من المداخله، انا عندي مشكله مدرسه شريف عناني. عدم وجود الميه فيها. فندم دي انا بلغت بها مدير الاداره. وفي الميه وفي مؤسسه الكهرباء يا فندم. في مؤسسه الكهرباء برضو مدفوعه تمنى المدرسه وسمها سلك 3 مللي. دي بتاع المحوك. المدرسه كل ما هو جوه المدرسه يخص التربيه والتعليم، ما يخصش الوحده المحليه اطلاقا. انا بتكلم يا فندم على السلك العمومي الوصله الخارجيه اللي داخله لحد المدرسه دي بتخص الوحده المحليه، وفي محول متقدم في المكان ده يا سياده النبي. ما تخصش الوحده المحليه، المؤسسه مدفوعه لهيئه الشركه القابضه للكهرباء يا فندم. انت بتتكلم على المحول. انا بتكلم يا فندم مؤيسه مدفوعه على السلك موجود من اول بره الشارع لحد المدرسه 16 مللي، ما بيشيلش احمال المدرسه وما بيشيلش احمال البيت الموجود. اول مره حد يكلمني عليها. حضرتك تيجي المكتب ان شاء الله ونكتب طلب ونكتبه لرئيس الشركه ودي على الفور نعمل لك تجديد للشبكه بتاعت احنا هنستاذن على محول. سيادة النائب هنستأذن معاليك، مجموعة الشباب هتيجي لحضرتك المكتب وأكيد الأسبوع الجاي هيبقى لنا مداخلات مع حضرتك، ويشرفنا حضرتك تكون ضيفنا في البرنامج. يا فندم تحت أمرك، أنا وزميلي النائب صبحي الدالي نيجي إن شاء الله معاك إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة النائب. طبعا إحنا معانا كمية مداخلات كتيرة، الكنترول بيكلمني إن في مداخلات كتيرة من المرازيق، وعندي كمان موضوع خاص بشركات سكر مداخله لاحد اعضاء اللجان النقابيه، وعندنا مشكله الطفل معاذ من العياط. احنا طبعا وقت البرنامج يمكن عدى سريعا، احنا بنشكركم جزيلا وان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم وحلقه نهايه العام انتظرونا، هتبقى حلقه جامده جدا هنحتفل فيها براس السنه ان شاء الله مع بعض، نودع 2019 ونحتفل ببدايه 2020 وسنه جميله وسنه جديده علينا، وبنقول لكل الناس اللي بتتابعنا والقنوات اللي بره بنقول لهم احنا مصر، كلنا مصر، وكلنا هنقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر وتحيا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تحياتي محمود عوض.